دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني دول غرب أفريقيا إلى التعاون لمواجهة الجماعات الإرهابية. وقال الغزواني في مقابلة صحفية خلال الحملة الانتخابية قبل الانتخابات المقررة في 29 من الشهر الحالي إن المنطقة بحاجة إلى إرادة سياسية مشتركة لتكون قادرة على مكافحة انعدام الأمن، مبينا أن الدول لا يمكنها مواجهة تهديد مثل الإرهاب بشكل فوري. المنطقة بحاجة إلى إرادة سياسية مشتركة لتكون قادرة على مكافحة انعدام الأمن، وإذا كانت مجموعة دول غرب أفريقيا غير قادرة على ذلك، علينا أن نجد شيئا آخر. خلاصة القول هي أن التهديد قوي، وأنا لست من أولئك الذين يعتقدون اليوم أن الدول يمكن أن تواجه تهديدا مثل الإرهاب بشكل فردي. نحن بحاجة إلى إنشاء مجموعات لمكافحة الإرهاب معا. الوضع الأمني في المنطقة ليس جيدا على الإطلاق، بل أصبح أسوأ. بالنقاش والتحليل من العاصمة الموريتانية نواكشوط معنا المحلل السياسي الحسين الزين بيان، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. هل هناك تهديدات كبيرة يعلم بها الرئيس الموريتاني في هذا الوقت وبالتالي يدعو إلى إقامة تحالف ضد الإرهاب؟ عفوا، لما تم سماع السؤال جيدا فتكرمت أعيد السؤال أخي. أنا لا أستمع إليك بشكل واضح أستاذ الحسين. أنا أسمعك جيدا. أنا طيب، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل، ولكن أعود وأطرح عليك السؤال إذا تسمع حضرتك أستاذ الحسين. هل هناك اليوم تهديدات مباشرة يعلم بها الرئيس الموريتاني وبالتالي دعته إلى إقامة تحالف ضد الإرهاب في هذا الوقت تحديدا؟ شكرا أخي، إذا كنت تسمعني. نعم تفضل. لا يعلم به الرئيس قبل أكون أنا على اطلاع منه، يعني في خصوصيات الفارق بيني وبينه كونه رئيس الدولة ولديه أجهزة أمنية وأجهزة عسكرية ولديه تنسيق مع دول. لكن الحقيقة التي لا يمكن التغافل عنها هو أن موريتانيا تقع ضمن منطقة الساحل والصحراء الإفريقي المليء بالجماعات المتطرفة والتي تنشط على نفسها. طيب، أنا أعتذر منك أستاذ الحسين الزين بيان، هناك مشكلة في الصوت، نحن لا نستمع إليك بشكل جيد، ونشكرك جزيل الشكر على وقتك الذي قدمته لنا.